كان سؤالنا عن متكندم على منو نطلقها. متكندم نطلقها على الشخص التعبان اللي منهك من شغل معين أو ممكن يكون مريض، فنقول فلان متكندم، معناتها متعب ويحتاج أن يرتاح. حياكم الله، واليوم عندنا إن شاء الله كلمة جديدة، وكلمتنا اليوم هي كلمة متبهن. متبهن يعني كلمة جميلة تطلق على الشخص الفطين، والفطين هو الذكي. فشفنا أن نفس الكلمة لها مرادفات كثيرة، ذكي، فطين، متبهن. كيف نستخدمها في رمستنا المحلية؟ مثلا نقول محمد متبهن ياب معاه الماي وهو ياي البحر. يعني عاد شو الرابط بين الماي والبحر؟ يمكن يحتاج يشرب ماي، فهو تدهن أنه يحتاج حق الشيء هذا. ونقول فلان متبهن وعرف كيف يسيطر أو يدير الاجتماع بطريقة جميلة. لغزنا اليوم وكلمتنا دهديه. متى نستخدمها يا ترى؟ خلونا نشوف إبداعاتكم.